لعنة الله على أي زول بقدر بيتحداني. أنا بتحداك، بتحداك وبتحدى الشفات اللي وراك كلهم. يا مستعمل يا مجرم، تعال رجال براك، راجل قابل راجل، حديد لاقى حديد، تحداني تعالينا يا مستعمل. شيخ برصيصة سجم أمك داية تشيلك وصاقعة أمك. دي الرغية، دي الرغية بتاع الشيخ بشرى، دي الرغية سجم أمك. شوف رسالة للناس كله، شعب السوداني، الزول ده ما تخلي مرتك ولا أختك تطلع تمشي له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا زي بشرى، ده كاهن، كاهن، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تحرير فلسطين أقسم بالله فاضل لها ساعات بس. والمقطع مرفوع له شهور، اتحررت فلسطين؟ له شهور مرفوع. الآن فلسطين اتحررت ولا اليهود قاعدين؟ قاعدين وحاكميننا. عشان تشوف الزول ده كذاب ولا ما كذاب؟ كذاب ومحتال. مغروطة لله. فكونه كمان مش يقول لهم زغرتوا لله، ده فيه استخفاف واستهزاء بالله سبحانه وتعالى من هذا الرجل المجرم. وربنا سبحانه وتعالى قال عن المستهزئين بالله أو رسوله أو آياته، قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والله يبقى على الغزم حيث ينزل من السماء بعد الله 7 سنوات. لكن ده رجل كذاب ما بيستحضر له الحلقة لا في سوق ستة لا في النت، ولا بيجوز تشجعه ولا بيجوز تيجي تحضر، لأنه ده زول كاهن. كونه يقول تحرير فلسطين بعد ساعات دي كهانة ولا ما كهانة؟ والغايد حيكون جبريل، وغايد المعارف هو جبريل عليه السلام. ده ادعاء لعلم الغيب ودي كهانة. وربنا عز وجل قال قل لا يعلم من في السماوات الملائكة بما فيهم جبريل عليه السلام والأرض الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء والبشر والجن. ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب ما بيعلموا أهل السماء الملائكة ولا يعلموا أهل الأرض حتى فيهم الرسل والصالحين، إلا الله اللي بيعلم الغيب، إلا الله. وما يشعرون أيان يبعثون. ربنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قل للناس إنك ما بتعلم الغيب، ولو كنت بتعلم الغيب كان استكثرت من الخير وما مساك السوء. الآية شنو؟ ربنا قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل يا محمد قل للناس لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف البشر وأشرف الخلق ما يعلم الغيب، يجي المستهبل تاع سوق ستة ده بشرى يجي يقول أعلم الغيب؟ أحذروا الناس يا ناس، أحذروهم. بعد ذاك في الرغية ذاتها شوف بعد شغل الشياطين. شيخ برصيصة يا خازو كبير راسك بدون قايو، شكلك زي كديس مخلوق، كلب ميت حمار مفلوق، يا هاروتي يا ماروتي يا صعلوك يا غنماية جوا السوق. شيخ برصيصة سجم أمك داية تشيلك وصاقعة أمك. دي الرغية، دي الرغية بتاع الشيخ بشرى، دي الرغية سجم أمك.